السلام عليكم. النهاردة أنا هتكلم عن موضوع مهم بالنسبة لكل دارسي الماجستير والدكتوراه واللي بيحضروا الرسائل العلمية مختلفة والمهتمين بالبحث العلمي، هو الـ Basics in Medical Statistics. إن شاء الله أنا هحاول أتكلم فيه بسهولة ويسر ونوصل المعلومة بأبسط طريقة ممكنة إن شاء الله. أول حاجة هو إيه الـ Medical Statistics؟ It is the science of summarizing, collecting, presenting, and interpreting data in medical practice and using them to estimate the magnitude of associations. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي مجموعة من المرضى، أنا هدرس فيهم حاجات معينة، تمام؟ المرضى دول ليهم data كبيرة جدا، متشعبة جدا، data ما أعرفش أطلع منها بنتيجة واضحة وبconclusion واضح. دي وظيفة الإحصاء، إن هي تلخص لي الداتا وتترجمها وتقدمها لي بشكل نتائج، بشكل في conclusion معين، بشكل مفهوم، وتخلي النتائج بتاعتي أو الداتا دي ذات قيمة. هي دي وظيفة الإحصاء. فأنا لما أبدأ أعمل دراسة معينة أو أعمل نتائج لدراسة معينة، لازم في نهاية النتائج دي أن أنا أوصل لإجابة للأربع أسئلة دول. أول حاجة، Does your sample represent a large population؟ وده عن طريق ان انا بحدد الـ statistical significance. Are the results of your sample applicable to a larger sample؟ وده عن طريق ان انا بحدد الـ confidence interval. How do we adjust confounding variables؟ وده عن طريق ان انا بحدد الـ multivariate analysis. واخر حاجة، الـ probability او الـ study of risk، وده عن طريق ان انا بحدد الـ odds ratio والـ relative risk والـ hazard ratio. ان شاء الله واحدة واحدة هنفهم كل مصطلح من دول. اول حاجة عندنا هنتكلم عنها الـ variables. دلوقتي احنا عندنا a group of patients اللي هو الـ population او الـ sample size، ده هنتكلم عليه بعدين. لكن العينين دول او المجموعة المرضى دول عندهم data معينة. الـ data دي هي اللي بنسميها الـ variables، اللي هي بتعتبر اوجه المقارنة. بقارن ما بين اتنين groups طبقا ليه أوجه مقارنة مختلفة اللي هي الـ different variables دي، تمام؟ الـ variables دي بنقسمها يا إما تبقى dependent or independent، أو بنقسمها nominal و ordinal و continuous. إيه الفرق ما بين الـ dependent variable والـ independent variable؟ dependent variable هو الـ variable of interest، يعني هو الـ variable اللي على أساسه أنا بقسم مجموعة العينين اللي عندي لمجموعتين أو ثلاثة أو أربعة. يعني إيه؟ مثال ان انا عندي مثلا عينين زرعين كلى، العينين دول الاوريجن كيني ديزيز كان اف اس جي اس، تمام؟ انا هقسم العينين دول لمجموعتين، ريكورنت ونون ريكورنت اف اس جي اس افتر ترانسبلانتيشن، ريكورنت ونون ريكورنت. اوكي، الريكورنت هنا اسمه ديبندنت فاريبل، هو الفاريبل اللي انا على اساسه قسمت العينين لمجموعتين، تمام؟ ده اللي هو الديبندنت فاريبل. طيب أنا هقارن ما بين المجموعتين دول طبقاً لأوجه مقارنة كتير، اللي هي الـ independent variables، اللي هي الـ confounding factors: age, sex, race, hemodialysis duration, pre-transplant plasma pharesis, proteinuria, age at diagnosis of nephrotic syndrome. دي كلها بنسميها independent variables، الـ variables اللي هي تعتبر أوجه مقارنة اللي طبقاً ليها أنا هقارن ما بين المجموعتين. طب المجموعتين دول بيسموهم إيه؟ independent variables. طب المجموعتين دول أنا عملتهم طبقاً لإيه؟ لفاريبل اسمه dependent variable. اوكي، طيب تاني حاجة، الداتا دي nominal ولا ordinal ولا continuous؟ nominal ولا ordinal ولا continuous؟ طب انا ليه لازم اعرف هي nominal ولا ordinal ولا continuous؟ سببين. اول حاجة ان كل نوع من دول له طريقة معينة في الاكسبريشن. تاني حاجة، كل نوع من دول له طريقة معينة بختبره بيها احصائيا، تمام؟ يعني كل نوع له تيست مختلف عشان يطلع لي نتيجه احصائيه. فعشان كده لازم اعرف الفرق بينهم. اول حاجه النومينال داتا، النومينال داتا فيها تو بوسيبيليتيز اند كانت بي اوردرد، يعني العيان ده هايبرتنسيف اور نوت، ميل اور فيميل، ديد اور الايف، احتمالين فقط وما ينفعش ارتبهم. يعني مش هيفرق اقول يس الاول بعد كده نو، او نو الاول بعد كده يس، ميل الاول بعد كده فيميل، او فيميل الاول بعد كده ميل. مش هم ان انا ايه الترتيب. تاني نوع اللي هو الكونتينيوس داتا، دي نيوميريكال فاليوز، ارقام زي الايج، زي السيرم كرياتين، زي الهيموجلوبين، كلها ايه؟ ارقام.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 and a half, 1.25, etc. وفي نفس الوقت الأرقام دي أنا ممكن أحط قيم في النص. يعني عيان مثلا عندي الايج مثلا سنة، ثلاثة، خمسة، ممكن يبقى عيان سنة ونص، ممكن عيان يبقى سنتين وربع، سنتين وثلاث شهور، وهكذا. دي الـ continuous data numerical و can imagine intermediate value. طيب الـ ordinal data، الـ ordinal data دي شكلها شكل الـ continuous data لكنها أقرب للـ nominal data، بس في فرق ما بينه الثلاثة طبعا. بمعنى إيه؟ مثال الـ ordinal data عشان نفهمها هي tumor grades مثلا. يعني عندنا grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 أرقام زي continuous data. طب إيه الفرق بينه وبين continuous data؟ ان انا ما اقدرش احط intermediate value، يعني ما اقدرش اقول grade 1 and half، ما اقدرش اقول مثلا grade 2.2، ما ينفعش احط قيمه في النص هي grade 1 2 3 4 5. يبقى دي بنسميها ايه؟ ordinal data. ان انا مش عارف احط data في النص، ارقام لكن انا مش عارف احط data في النص. تمام تمام. طب ايه الفرق بينها وبين nominal data؟ اولا هي بتحتمل مني possibilities، هي مش yes or no، ده هي grade 1 2 3 4 5 stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 وهكذا. فبالتالي هي فيها ميني بوسيبلتيز. تاني حاجه ان انا ممكن ارتبها، احنا قلنا ان النومينال داتا ما بنرتبهاش، يبقى ممكن تبقى جريد 1 2 3 4 5 لكن النومينال داتا يس اور نو ما بتناش لازم، ما مش هرتبها، مش هعرف ارتبها. يبقى ده الفرق ما بين النومينال والاوردينال والكونتينوس داتا. نومينال داتا، نومينال داتا تو بوسيبلتيز كان بي اوردرد، اوردينال داتا ميني بوسيبلتيز كان بي اوردرد، يو كان نوت ايماجين انترميديت فاليوز. Continuous data, numerical value, you can imagine intermediate values. تمام. احنا قلنا الفرق ما بينهم، ممكن نطبق ده كمثال. يعني احنا دلوقتي عندنا creatinine clearance. ممكن انا الداتا اللي عندي تبقى بالشكل ده. clearance اللي بتاع اللي عندي 60، بتاع اللي عندي 30، بتاع اللي عندي 40، بتاع اللي عندي 55 وهكذا. فده بالتالي يبقى continuous data. طيب لو قدمته ان هو low او high، low clearance او high clearance، يبقى ده كده nominal data. طيب لو انا قدمته ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، يبقى ده كده اوردينال داتا. طيب ايه اكتر تايب اوف داتا هنا يعتبر بريسايز، يعتبر مور انفورماتيف؟ هو الكونتينوس داتا، لان الكونتينوس داتا فيها داتا كتيره تقريبا مديها الداتا ان ديتيلز وانا بطلع منها نتائج. عشان كده الكونتينوس داتا هي المور انفورماتيف. والكونتينوس داتا زي ما انتم شايفين انا ممكن احولها لنومينال وممكن احولها لاوردينال. على عكس النومينال داتا انا صعب ان انا احولها لحاجه تانية. يعني مثلا هايبرتنسيف يس اور نو، مش عارف احوله ل اوردينال ولا عارف احوله ل كونتينوس داتا، لان انا مش عارف احول من ليس انفورماتيف تو مور انفورماتيف. لكن الكونتينوس داتا اللي هي مور انفورماتيف ممكن احولها لحاجات ليس انفورماتيف اللي هي الاوردينال او النومينال داتا. يبقى كده اول نقطه ان احنا عرفنا الفرق ما بين النومينال والاوردينال والكونتينوس داتا. تمام. تاني حاجه الداتا اكسبريشن. انا احنا قلنا الفرق ما بين الثلاثه تايبس اوف داتا مهم عشان ايه؟ عشان الداتا اكسبريشن هو اختيار التست الاحصائي الصحيح. بالنسبه للداتا اكسبريشن النومينال والاوردينال داتا هعبر عنهم بالكوانتيتي اند بيرسنت. بالكوانتيتي اند بيرسنت يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي 100 عيان فيهم 70 عيان هايبرتنسيف، يبقى الكوانتيتي كام؟ 70، والبيرسنت 70%. يبقى انا عبرت عن الداتا دي بكوانتيتي اند بيرسنت. عندي مثلا 100 عيان فيهم ديفرنت جريدز اوف تيومرز، جريد 1 و 2 و 3، 20 جريد 1، 30 جريد 2، 50 جريد 3. يبقى انا عندي 20% جريد 1، 30% جريد 2، 50% جريد 3. يبقى انا عبرت عن النومينال والاوردينال داتا بالداتا بكوانتيتي اند بيرسنت. طب الكونتينوس داتا بعبر عنها ازاي؟ قال لك لازم افرق الاول ما بين الكونتينوس داتا دي هل هي نورمالي ديستريبيوتد ولا abnormally distributed. لو normally distributed بعبر عنها بالمين والستاندرد ديفيشن. لو abnormally distributed بعبر عنها بحاجه اسمها median range. يبقى انا لازم افهم الاول يعني ايه normally distributed و abnormally distributed ويعني ايه standard deviation. تمام. هنا في الكيرف ده بيبين لي يعني ايه الستاندرد ديفيشن. يعني لو افترضنا ان ده المين وعلى جانبين المين ده هو الستاندرد ديفيشن. يعني لو خدنا مثال مثلا الايج وقلنا ان المين ايج هنا 30 بلس او ماينس الستاندرد ديفيشن اللي هو 10، يبقى هنا 30 بلس 10 يبقى 40، ومن الناحيه الثانيه من الكيرف هيبقى 30 ناقص 10 20.
يبقى انا عندي في الكيرف في المنطقه دي تحت الكيرف من 20 ل 40 هتوقع ان تلتين العيانين هيكونوا موجودين في المنطقه دي اللي هي من 20 ل 40، يعني تلتين العيانين هتوقع ان هم عمرهم من 20 ل 40. طب لو كبرنا الستاندرد ديفيشن خليناه دبل الستاندرد ديفيشن، يبقى هنا 10 وهنا 50، هتوقع ان في الاريا دي من 10 ل 50 هلاقي 95% من العيانين. تمام تمام. يبقى انا لو لقيت ان تلتين العيانين يقعوا في المنطقه ما بين 1 ستاندرد ديفيشن ولقيت 95% من العيانين يقعوا في المنطقه ما بين 2 اوف الستاندرد ديفيشن، يبقى الداتا اللي عندي دي نورمالي ديستريبيوتد داتا. لكن لو لقيت داتا اكستريمز بعيده بره الدبل ستاندرد ديفيشن، يعني مثلا انا لقيت عندي هنا المين 30 لكن لقيت ارقام بقى ايه عمر 70 100 او سنه او سنتين بره الستاندرد ديفيشن خالص، يبقى بالتالي ده هنسميه abnormally distributed data. طيب بعرفهم احصائيين ازاي؟ لو انا عملت التست ولقيت ان المين اكبر من دبل الستاندرد ديفيشن، يبقى ده normally distributed data. يعني مثلا كرياتين 3.3 بلس اور ماينس ستاندرد ديفيشن 0.9، لو قلنا 9.10 في 2 1.8 ده اقل من 3.3 يبقى ده normally distributed data. طيب لو لقينا المين اقل من دبل الستاندرد ديفيشن، يعني مثلا مثال 3.3 بلس او ماينس 2، لو لقينا الستاندرد ديفيشن 2 في 2 كده 4، يبقى دبل الستاندرد ديفيشن اكبر من المين، يبقى دي abnormally distributed data. في الحاله دي مش هستخدم الاكسبريشن بتاعي المين ولا ستاندرد ديفيشن، هستخدم اكسبريشن الميديان رينج، وبالتالي هستخدم تيست احصائي او اختبار احصائي مختلف. تمام. احنا قلنا اول حاجه اول اهميه لان انا اعرف الفرق ما بين الداتا المختلفه ان انا اعرف هعمل اكسبريشن ازاي. تاني حاجه ان انا اختار التست الاحصائي الصح. الاختبارات الاحصائيه في عندي يونيفاريت اناليسيس وبايفاريت ومالتي فاريت. اليونيفاريت اللي انا يعتبر شرحت جزء منه اللي هو الاكسبريشن. الباي فاريبل، الباي فاريبل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي اللي هو عندي تو فاريبلز، يعني 1 variable versus 1 variable، 1 versus 1 only، ده اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. تمام. اللي هو اسمه univariate analysis اللي هو باي فاريبل. univariate analysis باي فاريبل، 2 variables بس، variable versus variable. variable منهم اللي هو dependent variable اللي انا هقسم according to it ال patients بتوعي لمجموعتين، والتاني independent variable. مثال nominal versus nominal او ordinal data، nominal versus nominal data. يعني انا عندي ال dependent variable ال recurrent FGS versus ال non recurrent FGS، هقارن ما بين المجموعتين دول واستخدم variable السكس 6 ميل ولا فيميل. يبقى كده عندي ال recurrent وال non recurrent دي nominal data، الميل والفيميل دي normal data. تمام. هستخدم تيست اسمه chi square test، تيست اسمه chi square test. تمام. بس لو في قيمه، لو في قيمه في مربع من الاربعه دول اقل من 5، يعني مثلا ان الميلز في الريكورنت اف جي اس كانوا اقل من 5 او الفيميلز في الريكورنت اف جي اس كانوا اقل من 5، هعمل تيست تاني اسمه فيشر اكزاكت تيست. فيشر اكزاكت تيست لو في اي قيمه من دول اقل من 5 هعمل فيشر اكزاكت تيست. طيب لو انا الداتا اللي قدامي الديبندنت فاريبل نومينال لكن الاندبندنت فاريبل كونتينوس زي الايج وزي السيرم كرياتينين، قالك لو هو continuous و normally distributed هستخدم تيست اسمه student t test، لكن لو هو continuous و abnormally distributed هستخدم مان ويتني تيست. يبقى أنا لو قدامي nominal versus continuous أو nominal versus continuous abnormally distributed هستخدم يا إما student t test يا إما مان ويتني تيست. طب لو continuous data versus continuous data، يعني بشوف relation مثلا ما بين الايج والسيرم كرياتين، بشوف كل ما الايج بيزيد السيرم كرياتين بيحصل له إيه، ده بستخدم له حاجه اسمها correlation analysis اللي هو person correlation coefficient. correlation analysis بيتعبر عنه بالR اللي هي person correlation coefficient. الR دي اللي هي strength of association، وده range ما بين minus 1 لحد positive 1. تمام. لو كان الريزلت بالماينس او هي minus 1 minus 0.7 minus 0.8 دي معناها ان في inverse relationship، يعني في علاقه عكسيه، يعني مثلا الايج بيزيد والكرياتين كليرانس بيقل. تمام. لكن لو هي بالبوزيتيف يبقى دي دايركت بروبورشن، العلاقه طرديه، كل ما الايج بيزيد كل ما الكرياتين بيزيد، فالكيرف هيطلع بالمنظر ده.
وكل ما زادت قيمه الار يعني كل ما زادت البوزيتيفيتي او زادت النيجاتيفيتي كل ما ده دل على ان ان الريليشن دي هتطلع ذات اهميه احصائيه وان البي فاليو هتطلع سيجنيفيكانت. تمام. طيب لو قدامي اوردينال داتا فيرسس اوردينال داتا برضه هستخدم كوريليشن اناليسيس. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقارن ما بين هايبرتنشن كلاسيفيكيشن او هايبرتنشن ستيجز والسي كي سي السي كي دي ستيجز. عايز اقول مثلا ان كل ما الهايبرتنشن ستيج بتزيد او بيبقى في ادفانسد هايبرتنشن ستيجز السي كي دي ستيج بيزيد. في الحاله دي برضه هستخدم كوريليشن اناليسيس بس تيست تاني اسمه سبيرمان كوريليشن كوفيشنت وبرضه بيتحسب بالار اللي هو السترينث اوف اسوسيشن وبرضه البوزيتيف معناه ان في دايركت بروبورشن والنيجاتيف معناه ان في انفيرس بروبورشن. وكل ما زادت البوزيتيفيتي معناها ان السيجنيفيكانس اعلى وكل ما قلت النيجاتيفيتي برضه معناها ان السيجنيفيكانس وكل ما زادت النيجاتيفيتي معناها ان السيجنيفيكانس اعلى. تمام. ده بالنسبه لي اليونيفاريت اناليسيس يوزنج باي فاريبلز. يعني انا عندي فاريبل فيرسس وان فاريبل فيرسس وان فاريبل. بعد كده هنتكلم ان شاء الله بعد كده في المالتي فاريت اناليسيس في لقاءات قادمه ان شاء الله. ويعني اتمنى ان المعلومه مبدئيا تكون وصلتكم بشكل سهل ان شاء الله. شكرا جزيلا.